نعرف أكتر على طبيعة هذا التابوت، أهميته التاريخية، الجهود اللي بتبذل في استعادة الآثار المصرية من الخارج، الكثير من المعلومات في سياق هذا الحوار مع ضيفي وضيفكم في هذا الجزء من الهواء، وهو دكتور محمود الحصري، أستاذ الآثار واللغة المصرية بجامعة الوادي الجديد. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، شرفنا. بنور حضرتك والله. خلينا نبتدي حوار على طول بعد ما نطلع على هذا التقرير الخاص بعملية استعادة التابوت. إلى التقرير. حلقة جديدة من سلسلة نجاحات وزارة الخارجية المصرية في حماية إرث مصر الحضارية وانعكاس لروح التعاون بين القاهرة وواشنطن في مجال حماية الممتلكات الثقافية، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في استعادة كنز أثري مصري وهو التابوت الأخضر. إن مصر تولي عظيم الاهتمام باستعادة كافة الآثار المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج، خاصة وإن لنا سبقا في الاهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي العالمي، فالآثار المصرية ما هي إلا جزء من المنظومة الأوسع للإرث الثقافي والحضاري للبشرية، مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون للحفاظ على هذا الإرث. ومن هنا أود التأكيد على التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لإيلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذا الملف. من جانبه أكد الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتاريخها وحضارتها، وأن هناك جهودا كبيرة لاسترداد الآثار المصرية، وأن الحكومة المصرية لن تتهاون في بذل الجهد لاستعادة الآثار المسروقة. نحن اليوم بصدد استلام قطعة أثرية هامة كانت قد سرقت وتم تهريبها من مصر منذ عدة سنوات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومع تضافر الجهود المصرية والدولية والسلطات الأمريكية وبعد تحقيقات استمرت أكثر من عامين نجحنا في استردادها. لقد عانت مصر في فترات سابقة من عمليات نهب لتراثها الثقافي والأثري، وهو ما دعا الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جادة وملموسة في حماية الممتلكات الثقافية والعمل على استردادها واسترداد ما تم تهريبه إلى الخارج. هل في حاجات بترجع من دول أخرى؟ طبعا، مع الوزير لما قال في سنة 21 مرجعين 5300 قطعة كانت واضحة تماما. يعني إذن زي ما تفضل مشكورا معالي وزير الخارجية وقال إن إحنا مش هنسيب حقنا ومش هنفرط في أي قطعة طلعت من مصر بطريقة غير شرعية. طلعنا من دول كتيرة، طلعنا من دول كتيرة وما زلنا هنطلع، وفي قضايا لسه مفتوحة. أنا بشكر الجانب الأمريكي، تعاون غير عادي زي ما تفضل معالي الوزير السيد الأستاذ دكتور أحمد عيسى، وقال مع المدعي الأمريكي، مدعي العام الأمريكي، لا في تعاون غير عادي. هذا وقد شهد وزير الخارجية سامح شكري ووزير السياحة والآثار الدكتور محمد عيسى التوقيع على محضر تسليم استعادة التابوت الأخضر الذي تم استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس المجلس الأعلى للآثار والقائم بأعمال السفارة الأمريكية وعدد من المسؤولين. بعد جهود دبلوماسية مكثفة تستهل وزارة الخارجية العام الجديد 2023 بحدث تاريخي استثنائي، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في استعادة كنز أثري مهم. هذا الحدث يسجل في التاريخ المصري بحروف من ذهب، وتشهد جدران وزارة الخارجية على استلام هذا الكنز المصري المهم، ألا وهو التابوت الأخضر. من ديوان عام وزارة الخارجية، أمل صبري، النيل. أهلا بكم مرة تانية. احنا طلعنا على تقرير وطبيعة الجهود اللي بذلت في عملية الاسترداد وقيمة هذا التابوت وعملية استعادته من متحف هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يا ترى عملية الاسترداد بتتم على أساس شكله إيه؟ احنا استردينا قبل كده بعض الممتلكات، لكن الممتلكات الخاصة بالحضارة المصرية رهيبة اللي تم خروجها خارج مصر، يا ترى عملية الاسترداد بتخضع لإيه من القواعد؟ خلونا نسأل دكتور محمود هو اللي هيقول لنا.
الاول برحب بحضرتك بست البرنامج وكل مشاهدين البرنامج. انا طبعا عايز اقول على حاجه مهمه جدا، لا يخلو متحف من متاحف العالم الا وبه اثر نابض باسم الحضاره المصريه القديمه. لو انت رحت اي دوله في العالم او اي متحف دخلتي هتلاقي قطع اثار مصريه، يبقى اذا الاثار المصريه بتغزو جميع متاحف العالم. طيب هل في حاجات بتنظم او كانت بتنظم خروج القطع ديت او القطع دي راحت المتاحف دي ازاي؟ انا عايز اقول لحضرتك يعني بعد اكتشاف حجر رشيد بدأ العالم كله يسلط الضوء على الحضارة المصرية القديمة، قيمة وأهمية الحضارة المصرية القديمة. يعني احنا بقالنا عمر الحضارة المصرية القديمة هنقوله منذ اكتشاف حجر رشيد بقالها 200 سنة. فمنذ ذلك الوقت وبدأت يعني دول العالم ومتاحف العالم بيزيد الاهتمام بتاعها بالآثار المصرية، ولكن في هذه التوقيتات لم يكن هناك قوانين رادعة لحماية الآثار المصرية أو الممتلكات الثقافية الخاصة بالدولة المصرية. ويمكن أنا برضو عايز أقول لحضرتك، أنت مثلا بتسألي سؤال يعني الحاجات دي طلعت إزاي مثلا أو إزاي إن إحنا نستردها وحاجات كتيرة جدا الناس بتتساءل عليها. أنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا، يبقى أنا بقول إن عمر يعني عمر علم المصريات نفسه علم الإيجيبتولوجي هنقوله منذ فك رموز حجر رشيد على يد عالم الاثار الفرنسي اللي هو شامبليون طبعا لما فك رموز حجر رشيد. ويمكن احنا الفتره اللي فاتت احتفلنا بمرور 200 سنه على طبعا اكتشاف الحجر وفك رموز وخلافه يعني. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه، ان البعثات الاجنبيه او الاجانب كانوا هم اللي بيسيطروا على حقل العمل الاثري في مصر، بمعنى ان انا لما بيبقى عندي حفاير كان الاجانب هم اللي بيشرفوا على هذه الحفاير وبيبقوا المصريين تابعين او بيتدربوا الاخراج والتتبعها وما شابه. كانت بتحصل ازاي بقى؟ اول حاجه ان الاجانب لما كانوا بيجوا يعملوا حفاير حضرتك كان بيتم اقتسام الاثار المستخرجه، يعني لو هم اشتغلوا في مكان وطلعوا مقبره مثلا بيتم اقتسام المقبره بين الجانب المصري والجانب الاجنبي، وبناء عليه بتخرج. وطبعا ده فضل لحد وقت قد ايه؟ يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، لحد قبل اكتشاف مقبره توت عنخ امون كان الموضوع ده مستمر. حتى في مقبره توت عنخ امون في نفس الكلام على انا عايز اقول لحضرتك على هوارد كارتر في هذه المرحله. يعني كارتر طبعا انا عايز اقول لك على حاجه مهمه، ان طبعا لولا توقف الحرب العالميه في التوقيت ده والحاجات اللي حصلت كان زمان المقبره تم مناصفتها ما بيننا وما بين الجانب الانجليزي، لان طبعا الممول لمقبره توت عنخ امون كان اللورد كارنوفون وكان انجليزي. تمام. فبدات يعني منذ اكتشاف او الكشف عن اول مقبره كامله ملكيه كانت مقبره توت عنخ امون، بدا يعني الناس او المصريين يفيقوا او يعني يهتموا ان ده ارث ثقافي مهم لا يعني ما ينفعش ان هو يخرج بره مصر. بعد كده في حضرتك اتعمل قوانين، عندنا في قانون 1954 ده اتعمل في الاهاي، وكانت في اكتر من 100 دوله وقعوا على هذا القانون بحمايه الممتلكات الثقافيه، طبعا مش في مصر بس في العالم كله. وكانت مصر من ضمن الدول اللي وقعت على هذه الاتفاقيه. عندنا الاتفاقيه المهمه جدا اللي هي 1972 اللي هي اتفاقيه اليونسكو او منظمه اليونسكو، دي طبعا من الاتفاقيات اللي يعني يعتبر احنا عندنا يمكن ثلاث دول بس اللي لم يوقعوا على هذه الاتفاقيه في هذا التوقيت. ويمكن احنا بعد كده اتعمل عندنا قانون اسمه قانون حمايه الاثار المصريه اللي هو 1983، ويمكن القانون ده جه متاخر شويه اللي هو بمنع خروج اي قطعه اثريه خارج البلاد. طيب عمليه بقى لما الجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي، يبقى احنا عرفنا ان الاثار كانت بتخرج بطريقه شرعيه عن طريق يا اما البعثات يا إما الإهداءات اللي كانت بتتم من خلال طبعا الملوك ومن خلال الناس اللي حكمونا بأسرة محمد علي، طبعا أهدوا الكثير جدا من الآثار لدول أجنبية، طبعا بعضها استقر مثلا في قصور ملكية وبعض الآخر استقر في متاحف هذه الدول. راح في حاجات راحت ملكيات شخصية الأخرى. في وما زال وفي حاجات حضرتك لحد وقتنا الحالي ملكيات شخصيه. وممكن احنا اللي احنا حضرتك انت بتشوفي انت عندك في اوروبا بس لوحدها اكتر من 100 صاله مزادات بيع اثار. يعني اوروبا بس لوحدها فيها اكتر من 100 صاله لبيع الاثار. عندك حضرتك من اشهرهم طبعا واللي كل شويه بنسمع ان في قطع اثار بتتباع في صاله كريستي او دار كريستي. حضرتك دار كريستي ديت ليهم حضرتك اكتر من اكتر من 54 مكتب على مستوى العالم، في موجودين في 32 دوله. عندك عندهم 19 صاله لعرض وبيع الاثار، اهمها طبعا في انجلترا وطبعا في الولايات المتحده الامريكيه. ده بيبيعوا مش بيبيعوا اثار مصريه بس، ده بيبيعوا الاثار على مستوى العالم. وده كان السبب الرئيسي
لتتبع مثل هذه الآثار، إن أنا لو أنا عايز أتتبع قطعة أثرية بتتبعها من خلال النت، لأن إحنا طبعا قبل كده أنا ما كانش كدولة مصرية أو يعني مش هيبقى عندي، أو كوزارة خارجية مش هبقى عارف القطع الأثرية موجودة فين بالظبط يعني. فإحنا طبعا عملية التتبع بتتم من خلال عرض القطع الأثرية على النت، أما بيتم عرض قطع أثرية على النت. وطبعا الموضوع ده مش مقتصر بس على وزارة الخارجية، طبعا وزارة الآثار السياحة والآثار كلهم بيتابعوا. طبعا عند حضرتك مكتب النائب العام طبعا مهتم جدا بالموضوع ده، عند حضرتك وزارة الخارجية. ممكن احنا التقرير اللي احنا شفنا برضو طبعا معالي الوزير سامح شكري طبعا، وزير الخارجية والدكتور أحمد عيسى، وطبعا بنشوفه طبعا التوافق ما بين الجهات الحكومية في استرداد أثارنا المنهوبة للخارج، فده حاجة مهمة جدا يعني. طب دكتور محمود، احنا عرفنا كده الأساس اللي بيتم التعامل معاه على فكرة استرداد الأثار. في قطع أثرية تحديدا بيتم التساؤل عنها، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير زي راس نفرتيتي، حجر رشيد، عارف قطع شديدة الأهمية بالنسبة للحضارة المصرية. التعامل مع الموقف مع موقف ده ازاي دلوقتي؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجة، هي كانت فكرة يعني فكرة تم طرحها، ويمكن في يعني قامات علميه كبيره جدا تبنت هذه الفكره طبعا، زي الدكتور زي حواس وبعض المثقفين والشخصيات العامه المهمه جدا في مصر، ان هم ان احنا طبعا مع قدوم افتتاح اكبر متحف على مستوى العالم طبعا، اللي هو المتحف المصري الكبير طبعا اللي هو في الرمايه، ووجود مجموعه كبيره زي مجموعه توت عنخ امون ستعرض لاول مره في يعني بالشكل الكامل دي. فاحنا كنا بنفكر مش ان احنا نسترد بقى، ان احنا نبعت للبريتش ميوزيوم المتحف البريطاني ومتحف برلين ان هم يعيرونا او نستعير منهم حجر رشيد ونستعير راس نفرتيتي حتى يكتمل المشهد الاسطوري في افتتاح مثل هذا الحدث العظيم طبعا اللي هو من متوقع افتتاحه في هذا العام. ولكنهم طبعا رفضوا، لانه قال لك لو مصر خدت القطعه دي مش هترجعها تاني. فهم رفضوا. بس انا عايز اقول على حاجه مهمه، انا طبعا يعني انا بقترح على حاجه مهمه جدا، ان احنا ليه مش احنا اصحاب هذه الاثار؟ احنا ليه ما نستفيدش من العائد اللي طب ثم كده ده كان سؤالي الجاي، هو فكره ان طرح هذه الاثار بدل ما موجوده لديهم ولكن بعائد، على ان يكون لينا حق انها تيجي وتتعرف. ما ده اللي المفروض ان احنا عارفين ان هم مش هيرجعوها، ويمكن احنا كنا طالبنا قبل كده بإعادة رأس نفرتيتي، ولكن طبعا وهتلر يعني ما كانش في دماغه ان الرأس دي مهمة قوي، فقال لهم خدها لهم. فأحد الأمناء بتوع المتحف قال له لا تعالى ده شوف الرأس ديت، أول ما شاف قال له انا حقيم حرب كاملة على ان انا هرجع هذه الراس غير لعقامه. غير لعقام، مش هرجع الراس بتاعه نفرتيتي. فده طبعا دي حاجه يعني بيبين لحضرتك وللساده المشاهدين اهميه القطع الاثريه واهميه الاثار المصريه بالنسبه للغرب. يعني القيمه الاثريه طبعا والقيمه الفنيه والقيمه الجماليه للاثار المصريه اللي بتغزو جميع متاحف العالم، سواء بقى خرجت بطريقه شرعيه او طريقه غير شرعيه، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا لينا الحق في استرداد هذه الاثار، وان لم يكن فاحنا المفروض يبقى لينا نسبه من العائدات اللي بتعود على هذه او الدخل بتاع هذه الاثار سواء في المتاحف. اتفضلي. الاثار المصريه اللي تم اهدائها الى رؤساء وزعماء دول ودول في فترة من الفترات، ما فيش سبيل استردادها هي الأخرى، ولا دي خلاص راحت على سبيل الهدايا؟ وإن كنت بتعجب من فكرة إهداء جزء من الحضارة إلى الآخر. طب أنت عارف، أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا، أنت يعني هتندهشي منها. تتعرفي في كم مسلة بره؟ في مسلات كتير. 28 مسلة. عندك كم مسلة في مصر هنا؟ 13. يعني هم عندهم أكتر مننا. يعني بره. أنت عندك إيطاليا لوحدها فيها 13 مسلة. إيطاليا ليه وحدها فيها 13 مسلة؟ بس في طبعا انا في تضارب انا عايز اوضحه بس للساده المشاهدين ولبعض الناس. اعتقدت ان فرنسا ممكن تكون ليها مسلة بالاسد. ايطاليا مثلا. لا ايطاليا، انا عايز اوضح حاجه نقطه مهمه جدا للساده المشاهدين. في تضارب ومش عارفين، هم في ناس يقول لك 8 وفي ناس بيقولوا 13، فانا عايز اصحح المعلومه ديت عشان الناس تستفاد منها. وبالفعل 8 مسلات مصريه خرجت لايطاليا، خرجت عن طريق بطرق بقى يعني مش في توقيت واحد يعني في 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 ايام ايام الاحتلال طبعا. احنا مصر كانت احتلال يوناني وروماني بعد كده، العصور القديمه. العصور القديمه. لكن انا عايز اقول ان فعلا في 8 خرجوا من مصر، وفي 5
تم تشييدهم من قبل الأثرياء بتوع أوروبا في هذا التوقيت، اللي هم بتوع روما في هذا التوقيت، على هذه الشاكلة، على هذه، على نفس النمط، على نفس النمط بتاع المسلات. لأن أنا اتسألت السؤال ده قبل كده، بيقولوا لي يا دكتور محمود هل هم 13 ولا، أنا بسمع ناس بيقولوا 8 وفي ناس بتقولوا 13، فإحنا مش عارفين. فأنا طبعا دي نقطة مهمة بنوضحها. أما إحنا عندنا هنا في مصر، عندك طبعا في أمريكا، عندك في تركيا، عندك في الفاتيكان مسلة مهمة جدا في مسلة الفاتيكان، عندك في بيازا ديلا مينيرفا طبعا في إيطاليا، عندك في ميادين العالم كلها المسلات المصرية بتزين الميادين بتاعة العالم. وأنت عندك هنا في مصر 13 مسلة، طبعا من ضمنهم المسلة اللي هي موجودة طبعا متزين ميدان التحرير اللي تم نصبها في الفترة يعني اللي فاتت. يعني يمكن وجود مسلاتنا المصرية في الخارج هو شرف لينا واستعراض لقيمة والحضارة المصرية وبهائها لكن المعابد، طيب المعابد ده، موضوع المعابد ده يعني هو اللي موضوع صعب قوي. يعني ليه بقى؟ احنا طبعا لما في الفتره اللي تم فيها بناء السد العالي وبدات اغلب المعابد بتاعه النوبه بتغرق، طبعا مصر طبعا تواصلت مع اليونسكو، اليونسكو نشدت دول العالم لانقاذ ما يمكن انقاذه من اثار مصريه او في هذا التوقيت، وطبعا استجاب للنداء ده دول عالميه كتيره جدا. فطبعا اثناء عمليه التقطيع طبعا من اهم الحاجات اللي اتعملت نقل معبديه ابو سمبل، طبعا لان طبعا المعبدين دولت لو كانوا غرقوا كانوا زمانهم تفككوا لانهم من الحجر الرملي. فطبعا الحكومه المصريه يعني زي ما تقولي بقى ايه، بداوا يعني يهدم بعض الدول بعض المعابد. احنا 5 معابد تم نقلهم للخارج، عند حضرتك الولايات المتحده الامريكيه خدوا معبد، عندك اسبانيا خدت معبد مهم جدا، طبعا احنا عندنا المعبد في المانيا خدت معبد، احنا عندنا 5 معابد، عندنا طافة والليسية ودابود، ودي المعابد دي كلها اتنقلت للخارج في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ويمكن ده هو كان يعني انا عايز برضو يعني عايز اقول يعني ما كانش ينفع، بس هو برضو يعني هل مثلا من وجهة النظر في هذا التوقيت ان الاثار دي مثلا يعني هتمثل الحضارة المصرية، ولا هم مثلا بيدعموا او هم مثلا كانوا بيعملوا ايه بالظبط؟ ده انا مش مقدرش اجاوب لحضرتك على السؤال. الحمد ده الحمد لله ان اصبح لدينا وعي دلوقتي بقيمة الاثر المصري يعني والحفاظ عليه ومحاولة استرداده وعدم اهدائه وتقنين وجود هذه الاثار في الخارج. دكتور محمود شرفتني بوجودك معايا النهارده، شكرا يا رب كل اثارنا نستردها وتعرض عرض متحفي يليق بقيمه مصر الحضاريه. شكرا لوجودك معنا، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل قصير، هنلتقي بعده باهم اخبار الاقتصاد، عودوا لنا ايضا للمزيد الحوار.